صافا كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ مرحبا بكم اختي في فيديو جديد. ما عرفتش اشنو غادي يكون في هذا الفيديو هذا. يلا بديتو فقت الصباح وجدت الفطور قديت الامور عمر مشى باش يجيب لي التقديه اللي ناقصاني بما انه اليوم ما خدامش دونك مشى يجيب لي التقديه اللي ناقصاني. وفي نفس الوقت انا عندي بزاف ما يدار غسلت بعدا يلا غسلت واحد الزبده ديال المواعن وكلت ولدي قديت ليه اموره راه جالس لنا موسيقى ديالو كيلعب غادي نوض ندير التصبيل الحوايج تصبنو كنبروفيتي ما حد كاين الشمس بروفيتي واختي ما حد الشمس كاينه لان هذا الجو هذا ما فيهش الثقه مره كتكون الشمس حتى كتقلب حتى كل مره واشنو غادي نمشي اختي نصبن حويجاتي وبقى معايا باش نمشيو فين شوفوا الفير شنو كيدير كيتشبط في الناموسيه ويوقف وكيدير الشغب ما شاء الله الله يحفظه الله يحفظ لكم وليداتكم تنتوما نبارطاجي معكم بما انني في لاكور بغيت نبارطاجي معكم البرودوي باش كنصبن انا هو هذا هو اختي فلوطه خديته غير هكا باغ كوانسيدونس كنا انا وعمر كنتغداو وخدينا هكا صدفه غير باش نجرب والله تصدق زوين والريحه اللي كيخلي في الحوايج خطيره ريحه رائعه بالنسبه للثمن ديالو راه ما نقولش لكم الثمن ديالو كان داير كدا 70 درهم اولا كدا 80 درهم ما بين كدا 70 حتى كدا 80 الماكسيموم كدا 80 درهم رائع شوفوا شحال فيه راه فيه 4 لتر ونص 4 ونص لتر تخيلوا 4 لتر ونص راه ما يمكنش 4 لتر ونص دوختكم عرفتوا راه ريحته خطيره وكيدوز راكم عرفتوا امتى شريته ريحته ريحته فن 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 البنات وكيدوز كيدوز 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 المهم هذا هو اللي انا كنت كنصبن في الاول باريال كنت كنصبن غير باريال الماكينه ديالي ما عمر ما درتش فيها شي برودوي ابار اريال كنت كندير غير اريال من بعد فاش لقيت هذا قلت غادي نجربه اختي عجبني دابا وليت كناخذ غير هذا دابا ديالنا القرعه الاولى مازال فيها الصراحه ومازال فيها وعاد انا راني كنبقى نكوب ماشي كنعبر بالكاس كنبقى نكوب غير سكتو المهم هذا ما كان الكبيده دابا غادي نصبن الحويجات غادي نصبن ديال غالي بوحدو ديالي انا وعمر بوحدهم التقشرات ولي سوفيتمون بوحدهم المهم غنصبن الحوايج وحتى واحد الملايه ديال غالي كنفرشها ليه في ناموسيتو بما انني هبطت غالي لتحت مع تبارك الله ولا كيبغي يوقف كيبغي يطل فخفت بالك يمشي تقلب ليا هبطتو لتحت وبدلت له الفراش صبنتو له صبنتو الملايه دابا الملايه وحده اخرى عاد غادي نصبنها ليه دابا ايوا صافي هذا مكان الكبيدات دونك غادي نديرو التصبين وكذا وعاد عاد نتلاقاكم هانتوما بنات ها هي دي التقضيه دابا عاد غادي نستف هنايا الخس هانتوما هنايا مطيشه هنا هنايا البنان بطاطا والبصله البيضاء انا كما قلت لكم ما كنستخدمش من غير البصله البيضاء التفاح الشين الفلفله وخزو هادشي اللي كنت انا باغا صراحه صافي الثومه عندي الخيار المهم داكشي اللي ما كاينش هنا راه عندي في الدار هنا اللي ما عنديش في الدار هو اللي جبناه ايوا صافي دابا اختي غنوض نستفو هادشي نستفو هاد الحريره هادي كامله من بعد ما اختي سالي تستف ديال التقضيه ستفت لي خصو في الثلاجه يبقى الدسر ستفتو بلاصتو طلعت نشرت نشير ودابا جا عمر عطيتو السبرديلات ديالو صبنتهم دارهم في السطح وديالي انا مزيان كيدورو غالي كيبكي خصني نمشي نهزو صافي الكبيده دابا كان دابا اختي غنمشي باش نلبس غالي ونلبس حويجاتي انا باش نمشيو ناخذو شي حويجات ناقصيننا ونشوفو واش كاين دي بروموسيون ولا ما كاينش ونشريو لغالي ليكوش ديالو نتغداو برا ونجيو اختي نبدلو شويه الروتين ونبدلو السويعه بخرى الزينه دابا حنا خارجين شوفو غالي كيرضع ما شاء الله دابا حنا غنخرجو الكبيدات لبست ليه لبست انا كما قلت لكم راه ما شقات لي كاع نقاد راسي ايوا وغادي نمشي واختي بنات لبسه جات الغالي كتحمق ما شاء الله الله يحفظه ما كرهتش نوري لكم دابا وحق الله الا ما كرهتش البنات نبارطاجي معكم وتشوفوه وتفرحوا معايا به تنتوما والله القسم
المهم الزينات دابا جات دوزت غالي الماما لان كندوزو عليها في طريقنا. تقدينا جلسنا تغدينا فاش سالينا اختي صراحه ما مشيت لا للمروه ولا حتى شي حاجه. زعما ما تساليتش في البلايص ديال الحوايج. حدي خديت داكشي هي اللي ناقصني. خديت السوسيس، خديت الكبده، خديت لي غان، خديت لي كوش، الحليب. كنحاول نتفكر شنو خديت. واحد لي طارت. صافي هادشي اللي خديت. صافي هادشي اللي خدينا لان كيف ما شفتوا ديجا عمر خرج في الصباح جاب لي التقديه. الدجاج عندي في في الفريغو، دونك عندي اللحم، عندي الدجاج، الخضره كاينه، بقاتنا غير شي حوايج هكا بساطين وصافي. كنا غادي ناخذوا الزيت وديك الشيء، وانا نشوف واحد لا فيديو ديال واحد البنيته كدارتها في تيك توك، بان كاين واحد الزيت زوين في بيم وواحد الباكيت ديال الطون حتى هي زوينه، واحد الطاويصه ديال الطون الى اخره. قلت دابا نمشي نشوف تما ويلا عجبوني ناخذوهم. ايوا صافي هذا ما كان. دابا كما قلت لكم دوزت غليل والماما تشوفوا، وماما كتصوب لي، جبت ليها الكبده ولي غان، جبت لها حتى هي حقها تصوبها لي تشرملها لي. انا مثلا عييت نتعلمها البنات وما كتجينيش، يا اما كتجيني الكبده كحله 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 في مره، يا اما كتجيني قاصحه ماشي كفتيتيه. المهم ما كنعرفش ليها، ما كنعرفش ليها. جربتها با مال دو فوا كنرميها في الزبل حشاكم. فدابا قلت والله ما غادي نضيعها، صافي تشهيتها جبتها لها تصوب عليا. وهاد الشهوه هادي ما كتبشرش شي بالخير، ما نعرف ما نعرف. حيت فاش كنت حامله بغالي كنت توحمت على الكبده وما كليتهاش، ما كنتش بغيتها. صافي ماشي ماشي زعما ما بغيتهاش، ما كنتش عارفه راسي حامله. ودابا غالي عنده توحيمه ديال الكبيده هنايا، انا ظنيت انها الكبيده، ما نعرف ما نعرف، ما نكذبش عليكم. هي جايه توحيمه زرقاء ومدوره، ما نعرف عاد واش هي ولا ماشي هي. المهم دابا صافي اختي غادي نمشيو للدار، غادي نستفو هذا الشيء، نقاد اموري. الا كانت شي حاجه غنزيدها لكم دابا نزيدها لكم، ما كانش غادي نساليكم هنا. هانتوما الزينات غنبارطاجي معكم شنو شريت. المهم بالنسبه للاكوش خديت ليه كالا، انا ديما كناخذ لولدي نمره زايده، ما كنبغيش لي كوش يجيو مزيرين عليه سورتو فديك فديك لازون. المهم خديت ليه كالا. رجعت ليه كالا لحقاش هو اللي كنت كناخذ ليه فاش يلاه تزاد، رجعت وقلبته بدلع، قلت زعما يمكن زوين. صح اختي ما وافقوش، ما وافقوش بالمره، دلع طيبو بزاف، عرفتو اللحم هكا كيطير. صافي رجعت ليه الكالا، دابا الحمد لله مزيان. خديت هاد الباكيت هذا كيدار اختي في الفريغو كيبقى غزال. حليب كيتحتاج. هاد لاطارت هادي اختارها عمر، انا ما زعما ماشي ديالي، ولكن بيان سور اون فابارطاجي. وانا اختاريت لي زاكلير، ها هما اكلير اختي. انا اختاريت ديال القهوه. هنايا كاين السوسيس، هاد السوليس، هاد الاولى خديت منها أربعة وصافي. هنايا البنات الكبده ولي غا مشرملين، صوباتهم ليا ماما شرملاتهم، غنمشي نديرهم في طويصه ديال البلاستيك ونخليهم في الثلاجه، كنقدر نطيبهم في العشاء ولا غدا في الغدا، فهمتوا على حسب. فوالا حنا اختي سالين سالينا اويلي على سالينا. المهم زعما بارطاجيت معكم داكشي اللي شرينا، وغنمشي نستفو دابا ونقاد اللي خصو الثلاجه، اللي خصو يتقاد الى اخره. وعندي واحد الحويجات غادي نطويهم ونلبس بيجامتي. ايوا صافي. عرفتوا شعري مزيت، شعري مزيت واحد الزيته زوينه، واحد الزيته فنه ديال فهمتي، ديال شي مساج، واحد المساج درتو ليا لوستي واحد المره، لوستي ظريفه مكنتش ليكم راني سقط عرفتو، درت لي واحد المساج عاد دريه لي تاني. ايه شتو بغيتو بحال لوستي؟ والله الا لقيتوها واخا كاينه وحده في العالم، وحده في العالم اختي انايا، ملي ندير ليكم. المهم الكبيت شنو هادشي كيطرطق؟ شي حاجه دارت باق في الدار. ما نهبطوش الحويجه عمر، ما كايناش الشتا. لا ماشي غالي، ها والله ما نعرفش واش نهبطو الحوايج ولا خليهم داروا السطح، ماشي مشكل. المهم اختي كيف ما قلت لكم غادي نمشي نستف هذا الشيء، نقد اموري، ما حد بعدا تا غالي ناعس، غير بروفيتي انا مكلخه صباح وانا جالسه بنده. و شي ما شوفي عمر شنو شرا عزيز عليك بحال هذا الشيء، نتيا كتقول لي كتعجبني الحلوه اللي كتكون فيها بحال هذا بحال الفلون ياك. ايوا صافي بلاتي اختي وناكلوها ليه. دابا الكبيدات كما قلت لكم غنمشي ندير داكشي اللي قلت لكم، كما قلت لكم الله يتقل ليا، هاد قلت لكم قلتها لكم بزاف المرات.
كي بقيتو لاباس عليكم، اموركم هانيه، غتسمعوا الهضره ديال العائله لحقاش كاينين خوالاتي كيتغداو وديكشي، وبابا وماما وولدي انا ما قداش غبرت عليكم. بديت لكم الاول ديال الفيديو، يعني بديت معكم نهار، البارح ما صورتش لكم على وديت البنات مريضه كنموت. اش نقول لكم، دازت عليا البارح في الليل، دازت عليا ديال بصح، كليت الفريز البنات، كليت الفريز وكلشي كان مزيان، وهذا حتى واحد شويه كنحس بواحد الكوليك غراف، واحد الكوليك تنقول لعمر راني ما قداش نوقف، ودنيا كيصفروا بزاف، راني حاسه براسي غادي نصافي غنغيب. ايوا الكبيدات صافي، هذيك دازت عليا، جاتني لا ديغي حاشاكم الرضا، مهم دازت عليا السخانه، كنحس بمفاصلي كيدكدكو، مفاصلي كيدكدكو والله. كنت عوالة البارح نخرجكم ونديكم لواحد البلايصه مزيونه، صافي ما نقولكمش اشنا هي، ما نقولكمش فين، تل ان شاء الله نولي لاباس، وديك الساعات نمشيو. وشنو تاني، وكنت باغا نوريكم واحد لي تروك وصلوني البارح، واحد الديكورات ديال الظرف فنين، غادي تحماقوا عليهم. دابا نمشي ان شاء الله لداري ونشاركهم معاكم. ايوا صافي الكبيدات، هذا ما كان حتى ما قداش تنهضر، ملي فقت ما كليت والو، يلا شربت كويس ديال الزعتر، ودابا جالسه كنتفرج. وصافي الكبيدات، هذا ما كان كنبغيش نصور لكم، عندي الاستطاعه باش نصور وهذا، ولكن ما كنبغيش، ما كنبغيش نشارك معكم طاقه بحال هكا، مريضه عيانه ما كنبغيش. وشكرا الناس اللي غيدعوا لي بالشفاء، وشكرا الناس اللي دعاو لي بالشفاء، حيت بارطاجتها في انستغرام قلت لهم علاش ما حطيت لكمش فيديو علاش وعلاش، فشكرا بزاف لي ميساج ديالكم. نتمنى تكونوا مزيانين، غير سمحوا لي والله الا كنجي كنطلع عليكم واحد شويه وكنمشي. راني مازال مطحطحه، عرفتو مريضه كنموت فريمون، مطحطحه. شوفوا حالتي، شوفوا شعري، يعطيكم الخبر. صباح وانا ناعسه، ماما عاد دابا جات عندي، جابت لي المحمصه طيبات عليا بمطيشه سخونه، ودات غالي معاها اول ليله غادي يمشي فيها غالي عليا من نهار ولدتو. هي هادي، عمرني ما فكرت نفرط فيه، وعمرني ما فكرت نعطيه لشي حد، واخا كانت جاتني ديك لا ديبرسيون ديال الولاده، كنت كنعيشها بوحدي، وكنت فهمتي مبزع على راسي، ولدي يبقى معايا، ما عمرني ما سمحت فيه ولا قلت ما باغاهش صافي شدو عندكم على منبرة والو. راني كنت ديجا عاودت لكم ليستوار ديالي مع هاد الشيء، وبزاف ديال الناس كاين اللي خداوها بالضحك، كاين اللي دازو من ديك التجربه وقالك الله يحسن العوان دزنا من هاد الشيء، وكاين اللي كيجي هذاك الاكتئاب قبل من الولاده، كاين اللي كيجيها في وسط الولاده، كاين اللي كيجيها من مور الولاده، كل وحده وكيفاش. المهم كما قلت لكم، انا واخا كنت تسمي ديك الفتره كانت صعيبه الصراحه، ولكن الحمد لله. وديجا الاستوار راني معاودها لكم فلاشين، تدخلوا تفرجوا فيها لي مامون جداد، باش هكا تاخذوا افكار اللي يقدروا يفيدوكم، يقدروا يخرجوكم من ديك لا سيتوياسيون. ما قدرتش نهضر بسي، باش كنهضر بسي باش واقفه، شتني الرضا البنات حاشاكم. المهم اختكم مريضه كتموت، وحق الله الا غبرت عليكم غير سمحوا لي، لحقاش مريضه. وشكرا بزاف للناس اللي سقساو فيا، اللي صيفطوا لي لي ميساج، والله الا لقيت ناس ما ظنيتش انهم هيسقساو فيا وسقساو فيا، وناس ما كنعرفهم ما عطاهم والو انا، وسولوا فيا، وكاين ناس قراب عاوتاني اللي ما سولوش فيا، ما هضروا معايا ما والو. هنا فين كيبقى يبان البشر، وهنا فين كنفلتريو الناس، دونك هادشي ما كندوزوش بالضحك، هادشي ماشي كيشدو كيدوز. راه فريمون وقع ليا تسمم، و اش نقول لكم، يعني في هاد المواقف في خاصنا نلقاو الناس اللي قراب لينا، والناس اللي غير كيكذبوا، والناس اللي غير كينافقوا، وزيد وزيد. المهم كيف ما قلت لكم، اللي ما ظنيتش غيسول فيا سول فيا، واللي ظنيت غيسول فيا ما مسولش فيا. وحنا الدنيا ما واقفه على حتى شي واحد، الحمد لله، لاسونسيال راجلي وليدي، والديا، عائلتي، قراب ليا الحمد لله. خلاص فاش كنت جايه مسكينه لوستي شدت ليا غالي، شحال ولي شاده مسكينه. وانا ولدي دو جونغ لي صعيبه البنات، والله صعيب باش ما تصوبتش عمر، كما قلت لكم انا ولدي صعيب هكا يبقى معاك، وديك الشيء خصو يبقى مهزوز وهذا وهذا، مي الحمد لله. ايوا صافي، هذا ما كان الكبيدات، عرفتوا راني كنتمنى غدا ان شاء الله الا صبحت مزيان، راني غادي نبارطاجي معكم ما صبحتش مزيان، غادي نحبس لكم هنايا. هاي البنات كيبقيتو، عاد دابا خرجت من عندي حماتي
وعمت عمر الله يجيهم الخير، مساكن جاو يشوفوني. والله الا البنات راني كاو، راه باينه فيا، باينه فيا بنات في وجهي في حالتي، عرفتوا الكوليك الكوليك الكوليك، كنت قطع بالحريق وما نمشيش للطبيب. شوفوا البنات حاشاكم الصباح وانا كنرد. اختي عرفتي من هنا من هنا البنات، من هنا شداني واحد التبوريشه ما نقدرش نقول لكم. شوفوا يدي صفارت عربي. السلام البنات، كيف بقيتوا ولاباس عليكم؟ المهم اختي، هذا واقع النهار الثالث ولا الرابع، الحمد لله صبحت مزيانه. كومام حسن من البارح، البارحه البنات فاش رديت، فاش رديت عاد تفاجا خاطري حتى رديت. داكشي كان كيضرني فريمون هنا في مصراني، عرفتو كنت كنتقطع حتى رديت داكشي، عاد شويه كرشي صافا، وكانوا العظومه ديالي كيضروني. صافي هذيك كليت خبيز البارح، ما كليت والو، ما خلطتش، كليت بطاطا مسلوقه مع الكامون، موراها بشحال كليت شويه ديال المحمصه بمطيشه وطريفه الخبز في فريميج. وداك طريفه الخبز البنات شي حاجه جديده، وفكرني في زمان فاش كنت كنقول ماما ديري لي خبز في فرماج، وحق الله قلت لعمر زيدني، فاش زادني خديت غير عطا وعطيت له، قلت له ما قادر صافي. المهم البنات صبحت شويه صافا كما قلت لكم البارح، فاش رديت عاد شويه تفاجئت وما بغيتش اختي، عرفتوا كان خاصني نمشي فريمون للكلينيك لان راني فوق الطاقه ديالي، ما قادرش نصبر ولكن ما نمشيش لان هي تيبقاو يتفلاو على عباد الله في الكلينيك، باش ما نكذبش عليكم ما بغيتش نمشي، وهي تياخذوا الفلوس وهي تضحكوا على عباد الله. قليل فين كتلقى شي حد زعما خدام فهمتوا، خدام بضمير قليل. المهم صافي اختي كيف ما قلت لكم البارح شبدوا لي برام، مور ما رديت حشاكم ونعست عراقي، صبحت عرقانه كنقطر، كم عارفين دولي برانو كتغم، صافي صبحت كنقطر. دابا صبحت شويه صافا الحمد لله. صونيت على ماما قلت لها كيبقى غالي، قلت لي راه فيقني في الجوج الليل. ايوا صافي انا عرفتو، ما هادشي هادشي علاش ما كنبغيش نخلي غالي عند ماما، لان ولا عند حماتي، لان كيفيق بالليل وفهمتي هما خصهم يرتاحوا عاوتاني، انا بعدا صافي ولفت مولفه ان كيفاق، كنعرف كيفاش نعسو. هادي هادي ضحكتني ماما قالت لي فاق وكيبقى كيدير واه. ايوا صافي دابا الكبيدات غادي نحاول ناكل شي حويجه ياكو وندخل ندوش باش نحيد عليا هاد لافاتيك، وغادي نحاول لو بلو ماكسيموم ما يضربنيش البرد، غادي نحاول لو بلو ماكسيموم ما يضربنيش البرد كاع بصفه نهائيه. دونك يا ندوش باش نحيد عليا ديك العرقه، حيت ما نقدرش نبقى بها، ما نقدرش نبقى بها ديك العرقه ديال المرض، فاش كتبقى بها كتبقى مريض حياتك كامله. دونك غندوش باش نرتاح ولبست غير دغيا حويجاتي، وهي هذيك باغا نمشي عند ماما باش نشوفها باش نجيب حتى ولدي معايا. البارح عرفتي فريمون داز علينا ما نقولش لكم، والله الا عمر كان تيبكي البارح فاش مشى، غالي قال لي كيفاش كنا عايشين غير انا وياه، قال لي شي دابا زدت عرفت بقيمته، قال لي فاش مشى زدت قال لي انا عارف قيمته زدت عرفت. والله الا البارح عمر تيبكي، عمر حنين وتيقول لي مشى وليدي مشى الكبده ديالي مشى، كله فين مشى؟ راه غير عند ماما، فين مشى؟ وحق الله الكبيدات. المهم دابا كيف ما قلت لكم نوض نقضي هادشي، اتوفقت عطشانه غنموت بالعطش، غنموت بالعطش، غنمشي نشرب بزاف، محتاجه نشرب، محتاجه نشرب 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 نشرب، ميمكنش. ايوا صافي هذا ما كان الكبيدات تبقوا معنا وما تمشيو فين. بنات انا خرجت من الدوش ونشفت شعري ب66 كشيفه، بعد اول حاجه قبل ما نوريكم وجهي وحالتي كي دايره غنجمع شعيري هكا، قلبي عرفتو البنات كنهج ما دايره حتى شي افور، وكندير ما عرفتش ما فهمتش انا هادشي اللي جاني، والله الا بوحديتو وما نمشيش للطبيب، وما نمشيش للطبيب البنات ما نمشيش. شوفوا وجهي، شوفوا الصفورية، عرفتوا قلبي تف 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 تف، شوفوا الصفورية اللي فيا في يدي، ما يمكنش، شوفوا الصفورية، شوفي راه شي راه مادام سمحت في ولدي وعطيته لماما الا وراها وصلت ليا الشدر، غير كان فهمتي كنحاول، انا من داك النوع اللي ما تنبغيش المرض يغلبني ونبقى في الفراش، جو سوي كونتر،
واخا كنكون كنموت كنبغي نوض، كنبغي نوض ندير شي حاجه، نخرج نتلف نضحك، هادي لان تنقول انا اون فوا غادي نبقى مع داك المرض صافي، فهمتوا؟ اون فوا غندير دماغي في الاتو، راني والله الا راني برافو عليا، والله حتى راني قويه قسما بالله، اقسم بالله الا انا تبارك الله عليا، برافو عليا، قويه لواحد الدرجه ما يمكنش، بما انني قدرت نصبر على داك الحريق وداك عرفتوا عظامي البنات راه ما شكيت عليكم، عظامي راه كان خاصني نمشي للطبيب، راه كان خاصني نمشي للطبيب والو، بقيت كنقول خاصني تنتقي بوحدي ما نمشيش للطبيب، مهم ما نمشيش، والله القسم البنات انا الطبيب الا مشيت ليه مشيت ليه فاش ولدت، ما نكذبش عليكم انا دو جون غلي تنصبر كيف ما قلت لكم، تنصبر تنصبر بزاف، عرفتوا راه ملي ولدت ما عمر ولدي ما فرقني، ما عمر ما كرهتش نمشي دابا نصور لكم لا رياكسيون ديالو فاش يشوفني، ما كرهتش والله ما كرهتش نوريكم لا رياكسيون ديالو، غنمشي نجيب وليدي انا ونيت هي هذيك باغا نخرج نشم شويه ديال الهواء، فهمتوا؟ محتاجه نخرج البنات ونشم شويه ديال الهواء، وبغيت نقول لكم شكرا قد ما شكرتكم قد ما قليل، والله قد ما شكرتكم غنديروا شويه ديال السر، لان الا شفتني ماما فهاد الصفوريه راه ما يمكنش، نديروا شويه السر باش نبانوا حنا لاباس المظاهر، ودخلاني عالم بها الله، والله كيف ما قلت لكم سولوا فيا ناس والله ما توقعتهم يسولوا فيا، قسما بالله البنات الا سولوا فيا ناس ما ظنيتش يسقسوا فيا، وما ظنيتش فهمتوا يهزوا يهزوا بهمي ويصوني، قسما بالله كما انه ناس قراب ما كنهضرش على العائله، كما انه ناس قراب والله ما والله ما همهم والله ما همهم، ولكن كيف ما تيقول لك اليوم عليا غدا عليك، اليوم عليا غدا عليك، وبجهد الله عمرني ما نطيح، بجهد الله وبرضات ميمتي وبا عمرني ما نطيح، الحمد لله ربي ديما واقف معايا، واي حاجه ربي تيسر لي فيها قسما بالله اي حاجه ربي تيسر لي فيها، ودزت دزت 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 من صعوبات انا ربي اللي عالم بيا، دزت من صعوبات صعاب صعيب الانسان ينوض ونط، بجهد الله وبرضات والدي قسما بالله ونط، الحمد لله الحمد لله، وعلى نيتكم ترزقون، الا كان هذا زوين ربي تيرزقك وربي تيسخر لك، لا في خدمتك لا في فلوسك لا في صحتك ولا في كل شيء، كل شيء كيتيسر لك، لدرجه انا كنبقى شي مره مع راسي تنقول اسيدي ربي انا تنحشم نهز وجهي ليك، كنحشم علاش؟ لان مقصره في حق مقصره في حق الله سبحانه وتعالى، مقصره باش نهضروا بصراحه، كي انا عارفيني صريحه واش فهمتوا غالطين، ولكن ما تنضروش داكشي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ما تنضروش الانسان ما كنضرش، وقلبي زوين وما تنحقدش وما تنهضرش في عباد الله وما تنافقش، راكم كتشوفوني سد عليا بوحدي، شتي انا لو كان بغيت نتعاشر كنت عاشرت كون ما عرفت فين وصلت، ولكن لا سد على راسي وبوحديتي بيني وبينكم وبين وليدي بين راجلي بين امي وبا، سالينا سالينا فقط، لو كان بغيت نوصل كون وصلت، الحمد لله هادشي اللي فيه دابا راضي عليه، الحمد لله الحمد لله تنموت الحمد لله، هادشي اللي انا فيه راضيه عليه راضيه الحمد لله، ومقتنعه وحمد الله وشكره سواء قليل سواء كثير الحمد لله، واش فهمتوا البنات؟ ما كنافقش وما كنكذبش وما كيلاش ندير معاك مزيان حيت مصلحتي فيك، ما فيهاش هادشي، عندي معاك عندي معاك، ما عنديش معاك ما عنديش معاك، وشحال من واحد شفتوه خرجته من حياتي، شحال من واحد خرج من حياتي صافي، ما كاين الحياه ما تستاهلش نافقك وتنافقني، بغيني بغيني من لو فون ديالك ونبغيك حتى انا، نافقك وتنافقتني وفوقت الحاجه ما نلقاكش يعني ما ندير بك، شتي انا في هاد المرضى في هاد المرضى هادي لانني دوزتها، وفي هاد المرضى عرفت كلشي عرفتو وما كنحقدش،
كل واحد من الله كنحقدش، كل واحد منو اللي خلقو صافي، اللي خلقو قادر بيه، زعما ندعي فيه ولا الله يعطيه ما فيا ولا الله يسخر صافي. انا كنكلاسي، يكفي انك تكلاسيتي في حياتي بارك، هذه كافيه صافي. هادشي اللي كاين البنات كيف ما قلت لكم، وهادشي ما تاخذوهش بالضحك، ما تاخذوش هادشي بالضحك، لان فوق الشده، فوق الشده البنات تيبان، تيبان لي معاك واللي اللي ماشي معاك ومول المصلحه، وكيبان كلشي غير باش نقول لكم، واللي مدوز وقيته كيبان كلشي كيبان، الحمد لله. شتي انا على هاد المرضى تنقول الحمد لله، الحمد لله على هاد المرضى، لان ربي كيبتليك باش تشوفي شي حوايج انت ما ماشي فاهمش بوتيتر، فهمتي؟ واخا كتكوني حاسه مي تجي شي حاجه تخليك تاكدي. واش نقول لكم البنات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وشكرا لان بزاف البنات دعوا معايا، عرفتوا الانستغرام ديالي هكا هكا هكا. انا علاش حطيت دوك لي ستوري ديال انني مريضه، حطيتهم باش ما نبقاش ندخل اشكفو عند الناس اللي شاده من عندهم الخدمه ونقول له سمح لي ما غنخدمش، سمح لي ما غنخدمش، راني صافي حطيتها اون ستوري باش الناس اللي خدمه معاهم يعرفوا انني ما غاديش نخدم، راني مريضه. صافي هذا ما كان، ماشي زعما حطيتها باش نوري الناس راني مريضه ولا حتى واحد ما تيبغي المرض، حتى واحد بالعكس انا انسانه نشيطه، انسانه ايجابيه، عزيز عليا الايجابي، ونخرج ونضحك ونشط. انا هكا تخيلوا البنات، البارح ماشي البارح والبارح النهار كله صافا، في العشيه كليت الفريز، مور ما كليت الفريز بالليل بديت كان صافي، بديت كنلاشي، جاني داك الكوليك، بداني داك الكوليك شويه بشويه، كنحس به هنا هكا، كنحس هكا، هذا الشيء كيدير هكا كيدور، تنقول الله ينعس الشيطان، يمكن 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 ها هو يفوت هو الحال غادي وكيجهد، كنبقى العرق 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 العرق، كتعرفوا العرق البنات، راه ما يمكنش راه ما يمكنش، ديك الساعات كان خاصني نمشي للطبيب، ما فيهاش تخرشيش، انا بقيت كنقول ما نمشيش، انا ما كنحملش الطبيب، وتنقول دابا يفوتني الحال، ديك دابا يفوتني الحال، غادي الحال وكيزهد، كيجهد عليا كيجهد عليا كيجهد عليا. البارح صافي، البارح دازت، البارح دازت عليا، كيف ما قلت لكم انا راه ولدي والله ما تنخلي لشي حد يبات معاه ولا يمشي معاه ولا. البارح صافي من قالت لي ماما عندي غالي، قلت لها ديه، لان جات باش نهز ولدي هكا ما عنديش، ما عنديش داك جدك لي فوق، ما عنديش، فاشله فاشله وفاشله، راه ما يمكنش البنات، فريمون دازت عليا. وما نكذبش عليكم، عمر وقف معايا وقفه ديال الرجال، ولد الناس بمعنى الكلمة، لا في الطواليت حاشاكم، لا في الردان حاشاكم، لا في أي حاجة، أي حاجة، الحمد لله. أشوف أنا كنقول لكم ربي تيرزقك على حسب نيتك صافي، ما تبقايش تقولي علاش ربي تيلاقيني مع ولاد الحرام، علاش ما ميسرليش في خدمتي، علاش فلوسي ما فيهمش الرزق، علاش حيت هذا نهار تيكون قسما بالله راه نهار تتخلي هذا زوين وتتبغي الخير لكل شيء، راه ما يمكنش ربي اديك، راه ما يمكنش ربي يبتليك، راه ما يمكنش ربي يحيد لك، راه ما يمكنش، راه ترزقون على حسب نيتكم، نيتكم بون فينال، خلي هذا زوين ربي غيسخر لك في حياتك. علاش الحياه ما تستاهلش، الحياه والله ما كتستاهل هذا الخبث والحقد والندابزه، الله يسخر الامور لكل شيء صافي. وهذا ما كاين البنات، باش ما نطولش عليكم، عطوني ها كنصوب غير باش ما نبانش مع غادي نخرج نمشي نجيب ولدي، باش ما نبانش فهمتوا كاع مريضه كاع لديك الدرجه، وراني مريضه البنات ما قداش نوقف، ولكن غنوقف، انا هكا دايره شخصيتي هكا دايره، كاين بزاف الناس اللي بحالي مريضه ونوقف، والله مريضه ونوقف ونضحك ونشط، وهذا الشيء اللي كاين. البارح طحت طيحه، ولكن اليوم الحمد لله صبحت شويه كما قلت لكم، مور داك الرده اللي رديت حاشاكم وهذا، وشربتوا لي بران وعراقيت، صبحت عرقانه كنقدر صبحت حوايجي فاسدين شويه، صبحت مزيان الحمد لله. وهذا ما كان الكبيدات، ما غنطولش عليكم، بغيت غير نشكركم، شكرا 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 بزاف شكرا بزاف، الله يسخر لكم والله يبعد عليكم
بحال هذا الشيء. وردوا بالكم البنات، ردوا بالكم سورتو لهاد الفواكه الموسميه، ما تعطيوهمش لوليداتكم. انا جاب الله ما عطيتهاش لغالي، والله الا كنت غنقطع له شويه ونعطيه، جاب الله ما عطيتوش، جاب الله ما عطيتوش. ردوا بالكم عافاكم البنات باش ما تدوزوش من هذا الشيء، لان فريمون طيحني. ولكن الحمد لله بجهد الله رجعت، فهمتي، رديت صحيحتي الحمد لله، لان كلشي باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان الكبيدات، كنبغيكم بزاف بزاف، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي غيكون بطاقه احسن.